السلام عليكم, this is your boy big reaction. جانيكم الوليد برياكسيون جديد كالعادة والعويد, ومرة هذي جديد محليه جديد يفرح الوليد, خطر الحمد لله يا ربي رابر تونسي مسكتش فهمتني ولا على واجبه جونيور حسين الوليد أسامة صدام تيتر نورمال ما على فلسطين. مازلت مانيش عارف بالضبط كيفه, اما هذا ما يمنعش نتصور مش باش يسكت, نتصور باش يتكلم, نتصور باش يستعمل الصوت اللي عنده ويوصل معلومة للعباد ويوصل الإيراني مع فلسطين, وفلسطين راي حرة وباش تتحرر وعندها رجالها حتى وكان مش من فلسطين. فهمت كيفاش؟ خاطر شفنا ما شاء الله مكثرية الرابوريت وينهم, مكثرية اللي عندهم انفلونس على العباد الانستغرامات كذا وينهم وينهم؟ نحب نفهم وينهم. ما فهميش علاش ما فهميش يعبطلك في موسيقى اخرى عليه يرعش ساعة. فهمت كيفاش؟ يرعش في موضوع فهمتني ولا اختار فيه الشهرة والفلوس على حاجة كيما هاك. عنا رابوريت صحيح هبطوا ستوريات هبطوا كذا, اما يبرو 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 اختم تيتر برو على فلسطين. واحد كان جاي عنده يعني نجم يرابي نجم كذا باش يخدم تيتر على فلسطين عليه الوليد عليه هكا صاير. انت ما فهمتها هذه بالرسمي ما فهمتهاش وما نحبش نفهمها خاطر ما فيهاش تفسير ما فيهاش تبرير برو. فهمت؟ ما تقوليش كان جيت انت في بلاصتي وشكونك انت باش تتكلم وكذا. ليه ليه ماشي حكايه هكاك, حكايه انسانيه, حكايه واجب, حاجه تربينا عليها من الصغرى. كل ما تسمع فلسطين تحارب مع فلسطين حتى بالكلام ضد الصهاينة برو. فاش تحكي فهمت كيفاش؟ اش علينا في المواضيع خاطر مكرز الوليد مكرز تكريزة مش عاد بالرسمي. راني شفت العيب في تونس صح, مش في تونس في العالم العربي مشاهير عرب فهمتني. شفت العيب صاحبي, عبيد هكاك عرب ومسلمين بالاسم بالكلام يشوفوا صاحبي خايف لك خايف لا يخسر شهرته ويخسر فلوسه وكونتراتويته. يا برو الدنيا راي بشتوفة فانية يا برو فيك فيك صاحبي wake the fuck up برو. جونيور حسين أسامة صدام let's go نشوف شي الفوضى. كليب اوفيسيال تيتر ما عندوش اكثر من 4 سوايع, شوفوا شي الفوضى مع بعضنا ونفهموا العملية الوليد يلا. مريول فلسطين عالم فلسطين أسامة صدام عالم فلسطين مرة أخرى هاي كالعادة حرب من أصل أو موت واجدي بو اتش بيتس ان ذا تراك. يا رئيس لبحر نشكي لك حرب أهلية في الوطن بوليس البلاد حقار وحسن فلتة في الزمن أهلي وناس يبغاو ننتير ودولة بغات نلبس لك فن كي علي عبد الله الصالح الغدران تقول في اليمن. يا رئيس لبحر نشكي لك حرب أهلية في الوطن بوليس البلاد حقار وحسن فلتة في الزمن أهلي وناس يبغاو ننتير ودولة بغات نلبس لك فن. ملا بيت الوليد الوليد ملا بيت الوليد الوليد ملا بيت الوليد علي عبد الله الصالح الغدران تقول في اليمن كبرانا تصفر من الشيم حراسة في اللوتورود مو لازم اول وسكيم محسبنا ناقص مربوط حومنا صفر جنة تموت فقر على قيد الحياة مرشد. لا تفرج صاحبي تفرج صاحبي يا سيدي هاني هبط تيتر خويا عالم فلسطين قدامي رفرف صاحبي. انتو ما متجرؤوش انتو ما خوافة كمشة تحانا صاحبي. اللي مسوا الكلام ان شاء الله يزيد يمسك اكثر صلا تتمس في راسك صاحبي خطرك منعيل خطرك خواف. فهمت كيفاش؟ خاطر خواف والخوافه ما يدوروش معانا لهنا صح. لا تقطع له عاده ديما تلقى عنده جديد يعمل بيكو جمع الدوله في صفقه لريال مدريد غادي قمعوا منعوا فني حشاوه مع اصحابي مع عمي علي تزيري والجمجامه والناس حبتني نغني نتفكر في حشيش الغصره عصابه وقفت في محوني سواقر دارت في الحسره ما نسيتش العمل الدوني جيلي جيل يحشي فيه فلوس ما ربيت بالغالب ناس بكري ناس مالاندين تغدر بشتوره وزلال خمم في خدام النهار في بلادي ما عادش خالد خمم في خدام النهار في بلادي ما عادش خالد وفاكت يا برو وفاكت يا برو. اش تخلط اش عندك تخلط
حتى شفت الحياة القديمة اللي كنا نتمنيك عليها، انك متاع فهمتني ولا تكري دار فهمتني ولا تعرس تجيب صغيرات تقعد تصرف عليهم حياتك الكل في القروضات، وتاخذ قرض باش تاخذ كريه شعبية فهمتني ولا، ما عادش خالطين عليه الشيء هذاك برو، ما عادش خالطين بالرسمي، ما عادش خالطين عليه. في خدام النهار في بلادي ما عادش خالط، ربي في العشرين دينار سبحانه ينزل البركة تعبي له خف على الدار. سبحان مشكلة حرب أهلية في الوطن، بوليس البلاد حجار وحسن فلتة في الزمن، أهلي ناس يبغوني نطير ودولة بغات نلبس لك فن، يا علي عبد الله الصالح الغدرة نقول في اليمن. يا رئيس البحر نشكيلك حرب أهلية في الوطن، بوليس البلاد حجار وحسن فلتة في الزمن، أهلي ناس يبغوني نطير ودولة بغات نلبس لك فن، يا علي عبد الله الصالح الغدرة نقول في اليمن. وعلى فكرة الأولاد، على فكرة راو ريسكا، على فكرة أو كبش الناس اللي ما تعرفش جونيور حسين راو ريسكا، ما نعرفش الكليب وقتاش مصور بالضبط، أما كان مصور النهارات هذوما راو ريسكا، فهمت كيفاش؟ خاطر عندنا 14 أكتوبر، احنا تو نهار 11 أكتوبر فرنسا هبطت قرار أي إنسان يحكي على فلسطين وإلا يجبد اسم فلسطين وإلا مع القضية الفلسطينية يشد 7 سنين حبس، يتوقف فورا في الوقت، سواء السوشيال ميديا سواء فيسبوك انستغرام تيك توك في الدنيا في اي بلاصه. دونك كان عمل في الايامات هذوما لحبايب راهو ريسكا، فهمت كيفاش؟ اما عارف صاحبي ميسيرش نشد الحبس وخرج صوتي على فلسطين على اني نقعد كالخواف، فهمتني؟ والكي برشا خوافه، فهمت كيفاش برو؟ في بلاد البقة متاعنا عالكوكا ولك اخرى لهم في كيفهم صاحبي، حسي انا اخرى لهم ضي خيال، ضي خيالهم صاحبي، ضي خيالهم صاحبي. كيرو دولة بغات لبس لك فن، كي علي عبد الله الصالح الغدرة نقول في اليمن. عالكوكا ولك راك غنيت حاس بحما ولا مربيت، استغفرت مشيت وجيت، استغفرت مشيت وجيت، مانيكش فوق الستين مرا كبيرة شدت وبخيت، تضحك حك على الرابيرات في زناقي تكون تقريت، نيك الترند والفيات حسن لول تضون صحوم ومتربع، نيك الترند والفيات حسام لول حوم، نيك الترند والفيات حسين لول طندون صحوم. صاحبي راني نخدم في الراب نتاعي للحوم مش للفيات ومش للترندات. فقلوا بالعباد كيف امي نحب القصرين، وشطر عروقي تزيرية طوت وصي وتعاود سمع اهلي وماليه، ايدي كبش في بحث نعرف قضيتك حريه، توفيقي من عند الله ربي ورضاية والدي، طيب يخرنا فيه العالم حلف الناتو والقوات يتحدى في الناتو والقوات. جبلها صاحبي يدي مور ريسبكت برو، مور ريسبكت الفوق صاحبي والله. وعد الله حق، خوا خوا للممات، الكيان جبنا هرب أمة واحدة عربية، الكيان جبنا هرب صاحبي وأمة واحدة عربية صاحبي ما عندكم وين هاربين. ما نحبش فيزا لقطر وما جريتش على السعوديه، كي موسم وصدام كي كتائب القسام، تخشينا الكره الارضيه. يا الناس يبغوني نطير ودولة بغات نلبس لك فن، يا عبد الله الصالح الغدرة نقول في اليمن، يا رئيس البحر نشكي لك حرب أهلية في الوطن، وكعلم فلسطيني رفرف يا مور ريسبكت برو، مور ريسبكت برو. بوليس البلاد حجار وحسن فلتة في الزمن، أهلي الناس يبغوني نطير ودولة بغات نلبس لك فن، يا علي عبد الله الصالح الغدرة نقول في اليمن، يا رئيس البحر نشكي لك حرب أهلية في الوطن، بوليس البلاد حجار وحسن فلتة في الزمن، أهلي الناس يبغوني نطير ودولة بغات نلبس لك فن، يا علي عبد الله الصالح الغدرة نقول في اليمن، يا رئيس البحر نشكي لك حرب أهلية في الوطن، بوليس البلاد حجار وحسن فلتة في الزمن، أهلي الناس يبغوني نطير ودولة بغات نلبس لك فن، يا علي عبد الله الصالح الغدرة نقول في اليمن. تحية فلسطين. شفت الاولاد، شفت الاولاد، شفت مسار الاولاد، شفت مسار الاولاد، شفت مسار الاولاد، فيقوا يا الاولاد، فيقوا يا الاولاد، فيقوا يا الاولاد. جونيور حسين شكب عليكم الاولاد شكب عليكم الاولاد، بعد عليكم اهرب بيكم، فهمت كيفاش؟ عالم فلسطيني رفرف صاحبي، وكانك محشي في الحفره في تونس وخايف لحبايب في فرنسا اللي تحكم 7 سنين على اي موضوع تابع فلسطين، فهمت كيفاش؟ دونك فيقوا الولاد بالرسمي فيقوا، فهمت كيفاش؟ فلسطين راي ترفرف صاحبي، فهمت؟ ما تستحقناش، انا احنا نستحقوها يا برو، افهم افهم افهم، راي قضية صاحبي، قضية العالم صاحبي.
والعالم مطفيها، دونك خنفيقوا احنا، دونك فيقوا يا الاولاد. مره اخرى نعاودها، سينون اولاد هكا نكونوا كملنا رياكسيون. جونيور حسين، اسامه، صدام، صدام حسين. يا صاحبي كانت جايبه وجوه. طب 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 يا بابا 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 يا بابا. على كل حال اولاد، ان شاء الله تكون عجبتكم الرياكسيون، ان شاء الله تكون عجبتكم خدمتنا. نتقابلوا ان شاء الله في اقرب وقت ممكن. على فكره بين قوسين، مور ريسبكت الجونيور حسين 1000% يا صاحبي، 1000% مور ريسبكت برو. من الاخر يا باتشي تيتر يكلاشي فيه فيا مش مشكل، ما دامك سبورتيت فلسطين ما يهمنيش برو. من الاخر صاحبي، ان شاء الله تكون عجبتكم الرياكسيون، ان شاء الله تكون عجبتكم خدمتنا. نتقابلوا ان شاء الله في اقرب وقت ممكن. تنسيوا شعراكم، كومنتاتكم، دنيتكم، اجواءكم، السبسكرايب نتاعكم خاصه. مرحبا بكم على انستغرام بيجي مطا رياكشن 22 مينيسكول. الاولاد الانستغرام موجود في اول اليا في الديسكريبسيون، نقرا خفيفه تلقى روحك في الانستغرام. يجيو غادي ومرحبا بكم لهنا، نتقابلوا في اقرب وقت ممكن. بيس اند فاكن لوف، وفلسطين حره وعصبه لك الكيان الصهيوني.